الوهيب. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى نرحب بكم بهذا الانطلاق وبهذا اليوم وبهذا الشوط الخامس عشر لجملة أشواط الفترة المسائية بتحديات سن اللقاية وتحديات أشواطنا المفتوحة في هذا الانطلاق. شوط خاص بالإبكار اللقاية، ولا زال التوقيت صامدا مع من وصاحبة الشوط الأول الرئيسي في توقيت مميز 7:45 12 جزمة ثانية. تهانينا لهجن الشيحانية على هذا الفوز وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مشاهدينا الأعزاء، نتواصل مع مسيرة المركز الأول، وهذا من انطلق في هذه اللحظات. هذه العنود لهجن الشيحانية، مضمر السيد هنا، مضمر السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما النقله التالي على المركز الثاني هذه من انطلقت السيلية ايضا لهجن الشيحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ناخذ المركز الثالث، الداودية على المركز الثالث لهجن الشيحانية، المضمر السيد سالم بن فاران المري في عملية التضمير. ناخذ المركز الرابع وهذه السعدية، وبدورنا مع السعدية ننطلق ونعلق مع السعدية لهجن الشيحانية مع المضمر السيد محمد بن خالد العطية في المركز الرابع. يا سلام، شوف المركز الخامس وهذه الوجبة تابعة أيضا لهجن الشيحانية مع المضمر الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. مشاهدينا الأعزاء، انتهى هذا النداء، نعود إلى مقدمة الشوط. نعود إلى العنود، العنود كما تشاهدونها على شاشة الريان، منافسة ما بين العنود وما بين الداودية، كلهن لهجن الشيحان، ولكن برفقة العنود، برفقة العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي. هذا العملاق الذي كل المنتظر المرتقب بأشواط الرموز، الكل ينتظر هذا الشعار، الكل ينتظر العملاق ماذا سوف يفعل بأشواطه الرئيسية مع أيضا، وكل ينتظر المضمرين وينتظر يترقبون هذا الشعار، شعار هجن الشيحانية في هذا العام سوف يكون له حضور قوي أقوى من المواسم الماضية. يا سلام، بوجود المضمرين الأكفاء وبوجود هذا الدعم لهذا الشعار الكبير، شعار هجن الشيحانية. المركز الثاني هذه الداودية بمسيرتها، بمسيرة اللقاية مع هجن الشيحانية، ضمر سالم بن فاران المري. ننتقل وبالتالي ناخذ اللي وصلت في المركز الثالث، هذه السيلية، السيلية بالمركز الثالث أيضا تابعة لهجن الشيحانية، ضمر السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع وصلت السعدية أيضا، هذا المضمر الكل ينتظر ماذا سوف يحضره لنا هذا المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام في هذا الموسم. المركز الخامس الوجبة، وتقدم الوجبة وشعار الوجبة المملوكة لهجن الشيحانية، مضمر السيد سالم بن فاران المري هو من يقدم الوجبة ومثيلاتها. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، شوفوا مسيرة اللقاية ومنافسة ما بين شعارين وما بين العنود، العنود اللي معانده مع الصدارة، تعاند وهذه عنود الصيد صادت ريوانا منصات. يا سلام يا سلام، المركز الثاني، الله، هذه الداودية يا متابعينها، هذه الداودية وهذا المسمى الجميل مع هجن الشيحانية سالم بن فاران المري. السعدية قادمة وهذه وصلتنا من المراكز المتأخرة في هذه اللحظات، واسمها الدوحة لهجن الشيحانية، ضيفة على النداء. لدينا هنا مع لافتة الكيلوين مع الذهبي أو العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، المركز الرابع الوجبة قادمة أيضا تتبع لهجر الشيحانية، المضمر السيد سالم بن فاران المري. السعدية خامسا وخامس النداء أيضا تابعة لهذه الهجن العملاقة مع المشاغب محمد بن خالد العطية. نعود إلى هذا الحوار ما بين المضمرين، إلى هذه المنافسة ما بين الإبكار اللقاية
يو سلام سيل سيل. هذه الاسماء، هذه الاسماء الكبيره وصلت 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 الاسماء الكبيره المتاخره، ولكنها تقدمت في هذه اللحظات، تغيرت المراكز من مركز الى مركز. هذا 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 ما تشاهدونه في ميدان التحدي. يا سلام، المركز الاول اللي وصلتنا الدوحه، وصلت المركز متاخر الى هذا المركز بتوجيه وبترتيب وبتخطيط من العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، المركز الثاني هنا الداوديه قادمه ايضا، ومنافسه منافسه قويه مع الدوحه ايضا بهجر الشيحانيه، لكن يرافقها سالم بن فراد المري بالعنايه والتدريب. ايضا تقدمت الوجبه، تحركت الدوحه، ايضا تحركت السعوديه، ايضا تحركت الدوحه، كلهم برفقه شعار هجر الشيحانيه، ولكن باختلاف التضمير. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، محمد بن علي بن حلفان، سالم بن فران المري، محمد بن خالد العطيه. ولكن هذا الكيلو متر الاخير، هذا الكيلو متر الاخير، يا هل ترى لمن الفوز من هؤلاء المضمرين؟ الوجبه هي المسيطره، الوجبه غيرت النتيجه بالكيلو متر الاخير. تحركت الوجبه، تحركت الوجبه، حرك حركوا يا المضمرين، حركوا يا مضمرين، راحت يا الله يا الله ما شاء الله، راحت الوجبه، راحت الوجبه. هذه العروض اللي تقدمها لنا، تقدمها لنا هجر الشحاريه، وهذه اسهم، اسهم هجر الشحاريه في هذا العام، غير 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 الذهبي، غير في هذا العام، يتميز بهذا العام بانطلاقة السن الجديد. المفاجآت هذه، هذه مفاجآت هذا الموسم بانطلاقات هجر الشحانية. يا سلام، الدوحة على المركز الثاني ايضا مع الذهبي، والسعدية مع المركز الثالث ايضا، هنا محمد بن خالد العطية. الله، سلام 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 عليكم يا اهالي، يا اهالي الدوحه، مع تواجد الوجبه وهذا الشعار العنابي. السلام عنابي دائما وابدا، ولكن السعوديه والدوحه قادمات، الطائرات قادمات. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام، تخطيط ترتيب توجيه من الذهبي، بالفعل ذهب على ذهب، ذهب على ذهب. اشكرك اشكرك، وانت بفئه البلاتينيه دائما يا الذهبي سالم بن فران المري، وهذه الدوحة تفوز بهذا الشوط بكل ثقة وبكل قوة واستحقاق. المركز الثاني سعدية لهجر الشحانية، كانت منافسة قوية مثيرة إلى خط النهاية مع المركز الثالث. هنا من وصلت في المركز الثالث، وهذه الوجبة في المركز الثالث لهجر الشحانية. المركز الرابع، وصلت الجساسية لهجر الشحانية. والمركز الخامس، المركز الخامس كانت الشكل اللي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، تهانينا والناموس لهجر الشحانية ومالكها ومضمريها على هذا الإنجاز الكبير، وهذه الإبداعات اللي تظهر لنا في مساء هذا اليوم. هذه بعض الأوراق تكشف أمامكم في سن اللقاية مع هذه الهجر الكبيرة، ولم تأتي أيضا الهجر القوية، بل ربما هناك مفاجآت كثيرة في هذا الموسم. وهذه الدوحة 7 دقائق 51 ثانية، 86 جزمة ثانية. تهانينا لسالم بن فران المري السعدية بالمركز الثاني لهجن الشيحانية، مع محمد بن خالد العطية اللي وصلت المركز الثاني أيضا، اللي أدت العرض الممتاز. المركز الثاني توقيتها 7 دقائق 52 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، ناخذ توقيت المركز الثالث. وكانت هناك الوجبة لهجر الشحانية مع سالم بن فران المري، توقيتها الزمني 7 دقائق 54 ثانية 60 جزء من الثانية. مشاهدينا الأعزاء، انطلاق